حرب الكمامات والمستلزمات الطبية تشتعل بين دول العالم يبدو ان الفيروس المنتشر حديثا لم يصب ما يزيد عن مليون شخص حول العالم وحسب بل خلق ايضا نوعا من التدافع والصراع بين قوى عظمى على اقنعه الوجه والكمامات واجهزه التنفس الصناعي مؤخراً اتهمت ألمانيا الولايات المتحدة الأمريكية بالقرصنة على شحنة كمامات، وقال أحد المسؤولين في ولاية برلين إن الولايات المتحدة ارتكبت قرصنة عندما أخذت شحنة مكونة من 200 ألف كمامة كانت مخصصة لشرطة برلين، وتم تحويلها إلى الولايات المتحدة أثناء مرورها في بانكوك. المثير للغرابة أكثر أن أطراف النزاع والخصوم في هذه الحرب دول عظمى لطالما تغنت بأدوارها البطولية في حل الأزمات العالمية، وقدمت نفسها على أنها صاحبة الأيادي البيضاء بتقديم المساعدات الإنسانية للدول الفقيرة والمنكوبة، وها هي اليوم في تعاملها مع أزمة كورونا، تخلط أوراقها من جديد وتغير صورتها النمطية. كما كشفت الولايات المتحدة عن أنيابها واستولت على شحنة كمامات كانت موجهة إلى فرنسا من الصين بعد تغيير وجهة الطائرة من خلال عرض أموال أكثر ققيمة للشحنة وفي السويد اتهمت شركة طبية السلطات الفرنسية بمصادرة ملايين الكمامات والقفازات الطبية التي استوردت من الصين لصالح إيطاليا وإسبانيا والتشيك قبلها صادرت شحنة كمامات كانت متوجهة إلى إيطاليا والتي بدورها استولت على شحنة كمامات كانت متجهة إلى تونس كما استولت تركيا على شحنات صينية متجهة إلى إسبانيا قادمة من الصين محملة بمعدات طبية قامت إسبانيا بشرائها، واتهمت الخارجية الإسبانية تركيا بالاستيلاء على الطائرة التي كانت تحمل أجهزة التنفس ومعدات أخرى دُفع ثمنها لعلاج مصابي فيروس كورونا، وفي كندا نقل موقع على الإنترنت تصريحات مسؤول حكومي بمقاطعة كيبيك بأنهم تسلموا شحنة من الأقنعة لكنها كانت منقوصة بكثير. وأشار حسب المصدر إلى أن الشحنة مرت عبر دولة أوروبية لم يسمها، وتراوحت أساليب الحرب والقرصنة والتكتيكات المتبعة من الدول بين منع تصدير الإمدادات الطبية وإرسال الجواسيس في مهام سرية للاستيلاء على الإمدادات قبل وصولها للدول الأخرى. هذه الوقائع كشفت عن ظاهرة دفعت بها جائحة كورونا إلى واجهة العلاقات الدولية، حيث أصبحت دول تقوم بعمليات قرصنة وتستولي على مستلزمات طبية بحكم حاجتها إليها. والغريب أن من قام بهذه الممارسات الدول كبرى اقتصاديا من بينها من تسهر على تطبيق القانون الدولي بمجلس الأمن وتنصب نفسها راعية لحقوق الإنسان ما يطرح أسئلة عن كيف سيكون وجه العالم في حال تفشت الأمراض والفيروسات في العالم مستقبلاً